السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم مشترياتي من الخضار والفاكهة بالاسعار، والاسعار بعد العيد عاملة ايه. هنا اول حاجة معايا الطماطم هنا جبت 3 كيلو طماطم، 3 كيلو ب10. معايا الخيار ده كيلو ونص ب10، تمام. ومعايا هنا كوسة، الكوسة دي كوسة حشو، انا هحشيها يعني، الكيلو ونص ب15. الاسعار بتفرق من منطقة برضو لمنطقة تانية يعني. هنا جبت البطاطس 2 كيلو ونص ب15، 2 كيلو ونص ب15. هنا كيس في هنا خضرة زي ما انتم شايفين اهو، جبت خضرة المحشي، جبت يعني ربطتين بقدونس على كزبرة، وفي ربطتين جرجير هنا اهو، كلهم دول كده عاملين 5 جنيه، تمام. هنشوف جبنا ايه تاني. برضو جبت هنا موز 2 كيلو ونص موز ب35 جنيه اهو زي ما انتم شايفين، بس طبعا هشيله من الكيس السودا دي عشان الكيس السودا دي غير صحية. جبت كمان هنا عنب الاحمر، جبت كيلو ونص ب10 اهو زي ما انتم شايفين، كيلو ونص ب10، نضيفة اهو مفيهوش اي حاجة. هنا كمان جبت المانجا اللي هي المانجا السكري، جبت 2 كيلو، 2 كيلو عاملين 30 جنيه، كيلو كان ب15 جنيه، بس شكلها نضيف جدا يعني. الطريقة اللي بحفظ بيها الخضار والفاكهة عندي لمدة يعني طويلة، هنا الحاجات الكمية الكبيرة بحطها مثلا في حاجة مناسبة ليها. هنا انا عندي طبق الفاكهة ده بحط فيه موز لو مثلا معاه تفاح او حاجة زي كده، تمام. حفظت الطماطم هنا اهو في الطبق ده، الاطباق دي حلوة خالص لحفظ الخضار، انا مستخدمة على طول. هنا حفظت الطماطم، لما ابقى عايزة يعني هغسلها واستخدمها. انا مخزنة في الفريزر كمية للطبخ وللمحاشي والحاجات دي، لكن طماطم دي انا جايباها للسلطات او الشاورما او الحاجات اللي انا بحتاج ان طماطم تبقى مستوية، يعني مش مستوية، تبقى ناشفة. اما بالنسبة بقى للخضرة دي، طبعا الجرجير ده هفتح عليه المية وهنضف، طبعا هطلع كل الحاجات اللي فيه دي وهرمي الحاجات دي بقى كلها في الزبالة، وانضف العروق بتاعة الجرجير دي واحطها في الطبق ده. والخضرة دي انا جايباها هقطعها، الكمية اللي انا حابة استخدمها هستخدمها، والكمية الباقية هشيلها في كيس الفريزر يعني احتاجها في اي وقت تاني هتنفعني. كمان حطيتها في الطبق ده، او لما احتاج ان انا انضفها واورها واحتاجها للطبخ طبعا هستخدمها على طول بالطريقة دي، احطها كده في التلاجة. حفظت كمان المانجا عندي في الطبق ده اهو، حفظت برضو العنب هنا في الطبق ده، بس هغسله دلوقتي لان ممكن اي حد يفتح التلاجة ياكله، بالذات البنات ممكن يفتحوا التلاجة وياخدوه ياكلوه على طول، فيبقى مغسول ونضيف. ودي المشتريات بتاعتي، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ان شاء الله واستفدتوا بالاسعار. استنوني في فيديوهات جديدة، اشوفكم على خير، ومتنسونيش بقى في اللايك. السلام عليكم.